كلمة هاتريك نسمعها بشكل مستمر في ملاعب كرة القدم للدلالة على تسجيل اللاعب لثلاث أهداف في مباراة واحدة. الكلمة مو محصورة فقط في عالم كرة القدم، تستخدم بعد في رياضات ثانية مثل الرجبي، الشطرنج والمصارعة بعد. وبحسب قاموس أكسفورد العالمي، فأصل الكلمة إنجليزي ويعني حركة القبعة، وأول مرة استخدمت فيها كان العام 1858 ميلادية. في ذاك العام هيتفيلد هارمان ستيفنسون لاعب الكريكت البريطاني اللي قدر يسجل ثلاث التقاطات متتالية ناجحة مع منتخب بلاده في مباراة رسمية، فاحتفالا منه رفع قبعته بالأسلوب الشهير واللي أعطى الضوء الأخضر لاستخدام الكلمة. هذا الشيء فسر وجود الكلمة هات في المصطلح. لكن إيش عن الشق الثاني التريك؟ مصادر ثانية تقول أن زملاء ستيفنسون بعد المباراة قدموا له قبعة وبداخلها بعض الهدايا تعبيرا عن امتنانهم لمجهوداته في المباراة. الأمر اللي يشبه كثير اللي يقوم به الساحر لما يشيل القبعة من فوق راسه ويطلع منها هدايا وألعاب أو يخفي أشياء فيها، ومن هنا جاءت كلمة تريك الخدعة. بالنهاية الروايات تعددت حول أصل كلمة هاتريك، لكن اللي ذكرناه كانت الرواية اللي اتفق عليها المعظم.